السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في المحاضرات المسجلة لمساق هندسة البرمجيات لطلاب وطالبات المستوى الثالث قسم الحوسبة النقالة في جامعة الإسراء غزة. إحنا في المحاضرة السابقة بدأنا في شابتر 3 واللي بيحكي عن الأجايل ديفلوبمنت ميثودز. حكينا ما يميز الأجايل إنها نوع من الإنكريمنت، كل فترة والتانية بنطلع بريليز بتنحط في السوق عشان ناخد فيدباك من الكاستمر أو الناس اللي موجه لهم هذا اليوز اللي سوري هذا البروجكت. في هاي المحاضرة إن شاء الله راح نتعرف على أول ميثود من ميثودز الأجايل هي الاكستريم بروجرامينج. في المحاضرة الجاية راح نتناول السكرام. طبعا الاكستريم بروجرامينج بيرمز لها بالاكس بي، perhaps the best known and most widely used agile method. فالاكس بي هاي اللي هي الاكستريم بروجرامينج من اكثر الميثودز تبعت الاجايل المعروفة واللي كتير مستخدمة في دورة حياة البرمجيات. Extreme programming takes an extreme approach to iterative development. بمعنى الـ XP يعني كل مبدأ عملها أو كل فكرتها بأنه في عندها iterative development بشكل extreme، يعني بشكل مكثف، بضلهم يطلعوا iterations, versions, releases بشكل مكثف. بتطلع new versions may be built several times per day، يعني في اليوم الواحد بتطلع كذا version. بدي اياكم تركزوا بين ال version أو بين ال release أو بين ال increment. هلأ ال version أي تعديل بيصير خلال العمل على ال release اللي أنت بتشتغل عليه هذا بسميه version. يعني أنت هلأ بتشتغل على version معينة، فالفيرجن هي الاشي اللي انت بتشتغل عليه بس لسه ما طلع لليوزر، تمام؟ فأي اشي انت لسه بتعدل عليه فهذا بنسميه فيرجن. فانت في اليوم الواحد ممكن تطلع several times او several versions في اليوم الواحد. بعد ما تخلص انت تعديلاتك وتخلص التستنج اللي عندك وبدك تطلع فيها لليوزر، هذه بنسميها increments أو بنسميها إيش؟ بنسميها releases. ففي عندي version الإشي اللي أنت بتشتغل عليه وبتعدل عليه، ال increment أو ال release هذا الإشي اللي أنت بتسلمه لل user. فال increments are delivered to customers every 2 weeks. أنا بسلم increment جديدة أو بعمل release جديدة للزبون بحدود 2 weeks. All tests must be run for every build and the build is only accepted if the tests run successfully. كمان اسم للريليز وللانكريمنتس اللي هو البيلد. فبحكي لك انه ما يميز كمان الاكس بي انه في عندها heavy testing. التست فيها زي ما في تركيز على الكودينج كمان في تركيز على التستينج. فالتست لازم ينعمل في كل مراحل صناعة البيلد أو الريليز أو الانكريمنت، وما بتنقبل هذه الريليز إلا لما اليوزر يحكي إنه في باس أو كل التست كانت سكسسفول. تمام، فهذه هي الفكرة الأساسية في الإكس بي. طبعاً شو مبادئ الـ XP؟ أكيد بعض مبادئها يا جماعة حتكون متاخدة من مبادئ الـ Agile نفسها، يعني لأنه هي أصلاً method من methods الـ Agile. في عنا incremental development is supported through small frequent system releases. يعني أنت اللي بتنتجه أو اللي بيصير في الـ XP أنه في عندك small وفي عندك frequent. إيش يعني frequent؟ متكرر. في عندك releases، في عندك إصدارات، في عندك خلينا نحكي increments small وfrequent. فعن طريق إنك كل فترة والتانية بتطلع إصدار جديد بيكون في some of requirements، هذا يعني بيعزز مبدأ الـ incremental development. So الـ incremental development في الـ XP
supported by small and frequent system releases. ثاني شغلة، في عندنا customer involvement means full time customer engagement with the team. في الـ XP يا جماعة بتعتمد إنه يكون في عندي customer أو representative عن الـ customer، ممثل بيضلوا معانا طول فترة إنشاء البرمجية كأنه واحد من التيم. شوفوا في عندي full time customer engagement with the team. engagement يعني انخراط، أو يعني بيكون واحد منا أو فينا. فهذا هو المبدأ الثاني من مبادئ الـ XP. تمام، ثالث شغلة بيركز على الـ people not process through pair programming. حكيت لكم إياها برضو بالأجايل، إنه أنا التركيز عندي على قديش الناس اللي عندي interactive أكتر من إنه أنا أتقيد بإيش الـ regulations، إيش الـ rules اللي بتحطها للـ process. في عندي collective ownership and a process that avoid long working hours. طبعاً أنا هحكي لكم شو يعني pair programming، هحكي لكم شو يعني collective ownership في السلايدز القادمة. لكن يا جماعة الـ XP من مميزاتها أو من الفيتشرز تبعتها إنها بتقول لك ما بدي long working hours. avoid long working hours إيش يعني؟ يعني بمنعوا أو بتجنبوا ساعات العمل الطويلة. يعني هم بيكونوا حاطين إنه at most في الأسبوع الموظف اللي عندهم أو التيم الممبر تبعون التيم تبعتهم ماكسيمم يشتغل 40 hour per week. فأنت مش محبذ، أو هم حتى ما برضو إنهم يعطوا للمبرمجين اللي عندهم ساعات عمل إضافية حتى لو كانت مدفوعة أو مش مدفوعة، بهدف إنه تكون البرودكتيفيتي تبعت التيم تبعتهم عالية. change supported through regular system releases. أكيد بيدعموا إنه التغير في requirements عن طريق اللي هو إيش، بيعدلوا في releases القادمة. maintaining simplicity through constant refactoring of code. وحنعرف شو يعني refactoring of code. يعني من مميزات الـ XP إنه في عندي كل إشي في الـ process بيكون simple، من ناحية coding، من ناحية إدارة، من ناحية حتى عشان نسهل كمان الـ maintenance بيكون في عندي simplicity، والـ simplicity بتيجي من منطلق أو من مبدأ الـ refactor، وححكي لكم شو يعني refactor. فأنت من هاي السلايد بتفهموا شو هي الـ XP Principles. يعني فيها هي مجموعة من الـ Principles. أول حاجة Incremental Development، Customer Involvement، عندي Pair Programming، عندي Collective Ownership، في عندي Change، خلينا نحكي Supporting، وفي عندي Simplicity عن طريق الـ Refactoring. كل المصطلحات اللي أنا ما ذكرتها هحكيها بالتفصيل في السلايدات القادمة، بس هذا كان مقدمة عن the principles of XP. طبعاً يا جماعة شو دورة حياة الريليز؟ أكيد صرتم خبرة أو بتعرفوا، لو بدي أجيب لكم لايف سايكل لإشي معين أكيد صار عندكم يعني فكرة عن الموضوع. طبعاً أول حاجة إحنا بنختار select user stories for this release. What's the meaning of user stories here؟ الـ user story عندنا في الـ XP هي عبارة عن الـ requirement اللي إحنا بنعرفها. فأنت هن بدك تختار الـ requirement في الـ release هاي شو حتكون، أنت على إيش حتركز. فأنتوا لاحظوا إنه الـ increment هنسمها release وسمها build، الـ user story سمها إيش؟ requirement. تمام، هلأ أنت هاي الـ stories حددتها سواء أو حتى بالأغلب بتكون بناء على الأولوية. تمام، كل ستوري هاي يعني كل requirement من الـ requirements اللي اليوزر بده تكون في الريليز هاي أكيد بيترتب عليها أمور برمجية كتيرة، مثلاً design، مثلاً database interaction، مثلاً interfaces، مثلاً programming. So break down stories to tasks. أنا بقسم الـ requirement هذه إلى مهام برمجية. تمام؟
يعني بحكي انه هاي فيها بارت داتابيز، فيها بارت مثلا لارافيل، فيها بارت مثلا جي يو اي اللي هو الفرونت اند. فانا بقسم متطلبات اليوزر ستوريز ل، خلينا نحكي لتاسكس. تاسكس مين اللي حيعملها؟ التيم اللي عندي. هلا بعد ما انا حددت الريكويرمنت وقسمت التاسكس، بدي اعمل بلان للريليز. ايش يعني بلان؟ تخطيط. البلان يعني تخطيط، بدي اشوف في الريليز هاي انا ايش بدي اعمل، بدي اقسم او بدي احدد الوقت، بدي اشوف مين التيم اللي بده يكون معايا، بدي اشوف شو الرول لكل ممبر عندي، شو مين بدي اعطيه الداتابيز، مين بدي اعطيه كذا، هل بدهم يكونوا انتر يعني انترليفد فايتين مع بعض، حدا يحل محل التاني. فهذا في بارت للبلانينج. طبعا زي ما انتم شايفين انه البلان بارالل مع شغلي، يعني انا مش حاطه خطه مسبقه من اول ما اجاني اليوزر وقاعده بقى اطبق عليها، لا انتم شايفين انه كله مع بعض، يعني بتيجي الخطه اون تايم. تمام. بعد هيك بدي اعمل ديفلوب وانتجريت وتست للسوفت وير. بعد هيك بعمل ريليز للسوفت وير، يعني بأطلق الإشي اللي أنا خلصته، الانكريمنت أو البارت اللي أنا خلصته. طبعا بعد هيك بترك اليوزر يعمل لي ايفاليويت ويعمل لي تقييم، يشوف شو الجود شو الباد، شو اللي بده امبروفمنت، شو اللي بده انهانسمنت، وبنرجع من تاني نعمل بعد ما خلصنا الريليز الأولى نعمل الريليز الثانية. فهذه هي life cycle of XP agile method. تمام. هلأ في عندي مجموعة من الـ practices، يعني الأنشطة اللي بتتم في الـ XP، يعني التيم اللي عندي كيف بيشتغل. خلينا نحكي اليوزر لأي مدى بيكون منخرط معايا بالنظام، إيش خلينا نحكي إيش التاسكس اللي بيعملوها التيم اللي عندي. فإحنا حنحكي عن البراكتسز الموجودة في الإكس بي. أول براكتس عندي اللي هي الانكريمنتال بلانينج، بمعنى زي ما أنا حكيت لكم من شوي البلان عندي on time، يعني تيجي معايا مع الشغل، مش إنه أنا بكون محددها من قبل. ما في عندي خطة بيكون على المدى البعيد. تمام. ف requirements are recorded on story cards and the stories to be included in a release are determined by the time available and their relative priority. تمام. فأنت ال requirements اللي عندك أو ال user stories أنت بتروح بتحددها لكل increment في وقتها، هاي شغلة. شغلة تانية أنت بتقسم الستوري هاي لستوري كاردز، حنتعرف عليها في السلايد اللي بعدها، حنعرف إيش يعني ستوري كارد. طبعاً الريكويرمنتس حسب التايم أفيلابل والبريوريتي، يعني أنا اللي بنفذه حسب البريوريتي اللي عندي وحسب التايم تبع الريليس هاي. تمام. في عندي سمول ريليسز، حكيت لكم أنا مش معنية إنه أعمل في الريليس كتير فيتشرز، فعندي أنا minimal useful set of functionality that provide business value is developed first. يعني أنت دور على أقل مجموعة من الفانكشنز اللي بتضيف value أو اللي يمكن لليوزر إنه يستفيد منها وحطها عندك في الريليز. تمام. Releases of the software or of the system are frequent and incrementally add functionality to the first release. أنت كل فترة والتانية بتطلع ريليز جديدة وبتضيف عليها functions جديدة. طبعاً simple design. Enough design is carried out to meet the current requirement and no more. قد ما تحاول يكون عندك design simple، keep it simple، عشان لما تيجي قدام مش كتير تتغلب لا في الإيفولوشن ولا في المينتيننس. Test first development. An automated unit test framework is used to write tests
for a new piece of functionality because أو sorry before ركزوا لي على كلمة before the functionality itself is implemented. يعني قبل ما أنت تكتب الفانكشن اللي بدها تعمل فيتشر معينة أنت بدك تكون كاتب شو التست بلان تبعتها، تمام؟ فأنت بدك تعمل تست، تكتب تست للفانكشن بيفور الفانكشن نفسها إيش أنت عاملها implementation. يعني لو عندك فانكشن إكس بتعمل whatever بدك تروح تعمل فانكشن تانية بتعمل تست ل function x، بدك تجهز لها ال inputs، بدك تجهز كمان variety of inputs، يعني انت بدك تحط كل الاحتمالات اللي ممكن تصير لما اليوزر يستخدم هاي ال functions. وبعد ما انت تعمل implementation ل function x بدك تستدعيها على كل ال cases اللي انت محضرهم في الفايل وتشوف هل اعطتك ال expected output ولا لا. الريفاكتورينج يا جماعة بدنا نعمل enhancement للكود، هيو code improvement. تضلك ايش تدور على الكود وتشوف هل في improvement ولا لا عشان يكون simple و maintainable، تمام؟ زي ما حكت لكم دائما اي اشي انتو بتعملوه بخلي الموضوع اسهل في حالة لو تغير التيم واجا تيم جديد. طبعاً في عنا يا جماعة الـ Pair Programming. إيش يعني الـ Pair Programming؟ الـ Developer Work in Pairs، بيشتغلوا أزواج، يعني كل اتنين بيشتغلوا سوا وممكن يكونوا على نفس الـ PC أو اللابتوب، تمام؟ فهم بيعملوا تشيك لشغل بعضهم وبيعملوا Support لبعضهم. فهي معنى الـ Pair Programming، إنه الـ developer عندي بيشتغلوا in pairs. في عندي الـ collective ownership. إيش يعني collective ownership؟ يعني the pairs of developer work on all areas of the system. يعني أنت أزواج الـ developers هدول عادي بتنقلوا على كل أجزاء السيستم، يعني ممكن تلاقيهم بيشتغلوا مرة design، مرة implementation، مرة testing. So ما فيش يعني ما فيش حدا خلينا نحكي إنه متخصص بشيء معين يعمله. فأني anyone can change anything، يعني أي واحد بيقدر يغير أي إشي لأنه كلهم مطلعين على كل the areas of the system. فهذه يا جماعة بيعطيهم إحساس بالownership، يعني بيعطيهم إحساس بالملكية، إنه الكود زي ابني أو السيستم زي ابني، أنا عارف كل تفاصيله، أنا ماشي معاه from design to implementation to testing. الـ continuous integration as soon as the work on the task is complete it is integrated into the whole system. أول ما تخلص الشغل اللي بإيدك بتضيفه على السيستم اللي كان موجود من قبل وبتعمل اللي هو اليونت تيستينج. في عندي sustainable pace. البيس اللي هي السرعة. large amount of overtime are not considered acceptable. ليش أو إيش معناها هاي؟ أنا قلت لكم إنه ما فيها اوفر تايم، مش مقبول تعطي موظفينك اوقات عمل اضافيه طويله في الاكس بي. as the net effect is often to reduce code quality and productivity، لانه هذا حيأثر على جوده الكود وعلى الانتاجيه، وهذا طبيعي، الانسان بطبيعته بيتعب. فانت لو اعطيته فوق ال 40 ساعه اللي بيشتغلهم بالاسبوع كمان 20 ساعه بالبيت او whatever يضل بالشركه، فهذا حيخليه يشتغل أي كلام وحيخليه كمان البرودكتيفيتي تبعته تقل. الـ on-site customer يعني إنه الكاستمر يضل معك بالسايت بالموقع تبع العمل تبعك، تمام؟ a representative of the end user of the system يعني ممثل عن مستخدمين النظام should be available full time for the use of the XP team. لازم يضلوا معك طول الوقت ويضلهم مع التيم متواجدين.
في الـ XP the customer is a member of the development team، بيعتبروه من فريق العمل يعني، and is responsible for bringing system requirement to the team for implementation، وهو اللي بيساعدهم انهم يوصلوا للـ requirements. وحنشوف كمان انه له ادوار اخرى في عملية التستنج. تمام، هالقد يا جماعة احنا حكينا انه انا في عندي stories، user stories اللي هي المتطلبات. اليوزر ستوري هن بيحكوا عنها انها نفس السيناريو، تمام، بس هي خلينا نكون ادق، انه اليوزر ستوري انه اليوزر بده مثلا يفحص، خلينا نحكي يفحص رصيده في البنك، هذا يوزر ستوري، تمام، انه هذا متطلب من المتطلبات اللي بده اياها اليوزر في السيستم. السيناريو المفروض انا احكي كيف بتتنفذ هذه العمليه من A to Z، ان الموظف بيجي على البنك بيسال التيلر لو سمحت بدي افحص رصيدي، التيلر بيفتح الاكونت تبعه، بياخذ الباسورد، بياخذ الاكونت نمبر والباسورد، بيشوف له مثلا، بيعمل له سيرتش على رصيده وبيعطيه مثلا اخر مثلا كم من ترانزاكشن، بيطبع له القيد وبعمل مثلا اوكي. فهذه هي السيناريو. ففي عندي ستوري اللي هي الريكويرمنت، في عندي السيناريو اللي هي وصف دقيق لليوزر ستوري او الريكويرمنت. بس هان في الاكس بي شوي بيحكوا انهم نفس الاشي. ان اكس بي سوري ان اكس بي A customer or user is a part of XP time، وهو responsible عن making a decision on requirement، هو جزء من الفريق وبيساعدهم في أخذ القرارات. User requirements are expressed as scenarios or user stories. Requirement تبعت اليوزر، أنا حكت لكم هي نفسها مين؟ اليوزر ستوري، وهي نفسها في الـ XP السيناريو، ماشي؟ These are written on cards and the development team break them down into implementation tasks. يعني كل سيناريو أو كل user story حروح أكتبه وين؟ حروح أكتبه على card، تمام؟ وبعد هيك التيم حيمسك كل user story أو كل سيناريو ويقسمه لمجموعة من التاسكس البرمجية. فهذا مفهوم الكارد والimplementation tasks. هايو these are written on cards and the development team بيقسمهم لtasks. تمام. The customer choose the stories for inclusion on the next release حسب the priority والschedule estimates. يعني أي story أو أي requirement أنا ححطها في الريليس بيعتمد على الأولوية وعلى الجدولة تبعت التايم والكوست. عندي هنا يا جماعة مثال على يوزر ستوري أو سيناريو. في عندي سيستم طبي فيها ستوري تبعت إيش أو سيناريو تبع prescribing medication، بدنا نوصف وصفة لمريض، تمام؟ يعني الريكويرمنت اللي أنا بدي أعالجها إنه الدكتور يكون قادر على وصف وصفة لمين؟ لمريض، تمام؟ فأنتوا تصوروا في الستوري أو في السيناريو قديش بيكتب تفاصيل التفاصيل. بحكي لك the record of the patient must be open for input، يعني يكون تقرير أو بروفايل المريض مفتوح. Click on the medication field، اضغط على medication field العلاج، and select هل current medication، new medication ولا formula. ايش يعني؟ هل انت المريض تبعك حيضل على دواء الحالي ولا حيروح ياخد دواء جديد ولا حتعطيه خلطة او وصفة معينة؟ طبعاً إذا اخترت الـ current medication بدك تسأله عن الدوز، يعني قديش الدوز اللي هي الجرعة اللي حياخدها، بدك تشوف الدوز يعني ياخد مثلاً 100 جرام
خمس مرات في اليوم، 100 جرام ثلاث مرات في اليوم، إذا نيو ميديكيشن بدك تعمل كذا وكذا، إذا فورمولاري اللي هي وصفة بدك تعمل كذا وكذا. فأنت بتكتب تفاصيل التفاصيل لكل ستوري أو سيناريو. In all cases، في كل الحالات، the system will check that the dose is within the approved range. يعني بدك تتأكد إنه الجرعة في الرينج المسموح، إنه لا أكثر من المسموح ولا أقل من المسموح، تمام؟ وبعد هيك يا بتعمل confirm يا بتعمل اللي هو change. فهذا أنا مش حفوظ بكتير تفاصيل، بس أنت فيكم تقرأوا على رواق وتشوفوا لأي درجة هو مفصل الrequirement أو الستوري أو السيناريو تبع توصيف الدواء للمريض. طبعاً يا جماعة هذه هي الستوري، كتبها على كارد، مش قلت لكم بتنكتب على كارد، سواء كل الريكويرمنتس حينكتب كل واحد على كارد على كارد على كارد. طبعا هذا الريكويرمنت برمجيا حيطلع منها او ينبثق عنها مجموعه من المهام، صح ولا لا؟ حينبثق عنها تاسكس برمجيه، مهام برمجيه. فانت هان كل تاسك بدك ايش؟ بدك تاخدها وتحطها في كارد بسموه التاسك كارد. فانت من السيناريو اللي فات طلع عنده ثلاثة تاسك برمجية. الاولى تشينج دوز، انك تغير الجرعة للمريض، انك تختار الفورمولاري، تختار الوصفة، وانك تعمل دوز تشيكينج، انك خلينا نحكي تفحص الدوز، هل هي اكثر من الماكسيمم ولا اقل من المينيمم، اذا لا ترفضها، واذا تمشيها للدكتور ويتم اعتمادها في الداتابيس. فهي يعني هي خلينا نحكي هاي كيف بيتم اخذ اليوزر ستوريز وكيف بيتم تقسيمها لتاسكس. طبعا التاسكس بتتوزع على مين؟ على المبرمجين. تمام، هيك احنا بنكون يعني كيف احكي لكم، اخذنا بشكل عام كيف بتشتغل الاكس بي وشو الفيتشرز تبعتها، كيف الاونرشيب، كيف البروجرامينج بير، كيف بتتعامل مع الريفاكتورينج وما الى ذلك. هذيك كانت البرنسيبلز اوف اكس بي. طيب هلا بدنا نشوف الاكس بي and change، يعني الاكس بي كيف بتتعامل مع التغيرات. Conventional wisdom in software engineering is to design for change. اغلب الطرق السوفتوير انجينيرنج التقليديه، conventional يعني تقليديه، بتقول لك انه انت بتصمم design for change، يعني حاول تحط في بالك إنه في change. It is worth the spending time and efforts anticipating changes as this reduces cost later in the life cycle. مش غلط تقعد تتوقع إنه يكون في عندك changes، لأنه هذا على المدى البعيد حيقلل الكوست عليك في دورة حياة أو في حياة البرمجية. تمام، ففي الconventional software engineering methods بحكي لك هما بتوقعوا بيعملوا anticipate للchanges، وهذا على المدى البعيد بريحهم من ناحية الكوست. لكن XP however maintains that it is not worthwhile as changes cannot be reliably anticipated. بمعنى بتقول لك الXP إنه the changes cannot be anticipated، ما بنقدر نتوقعها، فخلص يعني إنه مش كتير نفس ال يعني نفس منطلق the conventional software engineering. هي هدولك بيحكوا لأ إنه أعمل design for a change، وإنه the changes أكيد يعني بيبذلوا جهد بتوقع the changes. هدول لأ بقول لك مش كتير مستاهلة
انك تقعد يعني تحط افورت كتير في توقع التشينجز، rather it proposes constant code improvement اللي هو refactoring to make changes easier when they have to be implemented. هم كلهم هم وين بيصير أو كل تركيزهم وين بيصير عشان يسهلوا changes، بيصير في الكود improvement. وين ما بيلاقوا في مجال يعملوا improvement أو refactoring للكود بيعملوا، فبالتالي بيكون سهل عليهم إنهم يعملوا اللي هو إيش يعني يتبنوا التشينجز اللي بدها تصير على البروجرام. بدنا نيجي نحكي إيش يعني ريفاكتورينج. ريفاكتورينج حطوه في بالكو يعني إنهانسمنت، يعني إمبروفمنت، تمام، تحسينات. بروجرامر أو بروجرامينج سوري تيم لوك فور بوسيبل سوفت وير إمبروفمنت، بيدوروا وين في إمكانية يحسنوا في السوفت وير and make these improvement، وبيعملوا هاي التحسينات even there is no immediate need for them، حتى لو ما فيش حاجة لهاي التحسينات برضو بيحسنوها. This improves the understandability of the software، هذا بيحسن أكيد مفهومية السوفتوير، and reduce the need for documentation، واحنا حكينا الأجايل ما بتهتم بالدوكيومنتيشن. changes are easier to make، بيصير انك تتقبل او تعمل change اسهل لانه الكود is well structured and clear، الكود عندهم نظيف، الكود عندهم واضح، الكود عندهم سليم، فاي تغيير بده يصير على السيستم it's easy to be done. However, some changes requires architecture refactoring and this is much more expensive. أحياناً بيكون الـ enhancement أو الـ change على السيستم مش بس تغيير في الكود نفسه، يعني مش بتطلب إنك تغير في الكودينج، إنما بتطلب منك تغير في الـ architecture تبعت السيستم، فهان بيصير التغيير عندي أصعب من التغيير اللي بيصير باستخدام الكود نفسه. طيب كيف أنا بقدر أعمل refactoring في الكود؟ يعني وين الأماكن اللي أنا ممكن أحسن فيها الكود؟ أول حاجة يا جماعة reorganization of class hierarchy to remove duplicate code. أكيد وأنتوا بتكتبوا بسرعة، تعملوا كودينج بسرعة، فلما تيجوا بعد هيك تراجعوا الكود بتصيروا تقولوا هيه طب ما هذه هذا الكود أنا مكررهان ومكررهان ومكررهان، طب ليش ما أحطه بفانكشن وأستدعيها؟ فأنت كل الدبليكت كود بتروح بتحطها في مكان واحد وبتصير تستدعيها بجملة. ممكن تلاقي كود طويل جواته أسطر بتعملها أصلاً دالة أوريدي موجودة عندك، فأنت بتشيل كل الأكواد هاي وبتستدعي الدالة اللي بتعمل هذا الفانكشن، فأنت بتحاول هنتشيل الدبليكت كود، الكود المكرر. تاني شغلة tidying up and renaming attributes and methods، حاول تعمل إعادة تسمية للattributes ولا الميثودز، غير أسمائهم بحيث يكونوا easier to understand. وهذا دائما بننصحكم فيه، ما تحطش اكس وواي وزد، حط اريا، حط نيم، حط ايج، اشي بيعبر عن الكونستانت او المتغير اللي انت بتشتغل عليه. لما يكون بوليان حط از مثلا از ميل هل هو ولد او لا، مثلا حط از اكاديميك هل هو بيشتغل بالجامعه اكاديميك ولا مثلا تكنيكال، فحاول تكون التسميات قريبة للإشي اللي بيعملها هذا المتغير. The replacement of inline code with calls to methods that have been included in a program library، يعني أبداً ما تحطوا في المشاريع عندكم integer x تساوي وتحطوا معادلة إلها أول ما إلها آخر، هذا مش readable، هذا مش understandable. بتحط المعادلة هاي بفانكشن وانت بالكود تبعك فقط بتستدعي تعمل كول لهذه الميثود.
فهذه يا جماعة من الأماكن أو من الأمثلة على الريفاكتورينج، على تحسين الكود. شيل أي كود مكرر، سمي المتغيرات بشكل سليم، وشيل الإنلاين كود. تمام، راح أكتفي بهذا القدر المحاضرة هاي. إن شاء الله المرة الجاية حنكمل في التستينج والأمور الأخرى في الـ XP، ورح نبدأ في